لو كان شخص يهودي يعيش في تل أبيب في يوم 15/5 أي ثاني يوم بعد ما أعلن الدولة، أذهب إلى مكتبي إذا كنت أشتغل في دائرة الصحة وأجد كل السجلات موجودة وكل الأعمال موجودة ومكتبي كما هو، ناقصا شيئا واحدا فقط، وهو أن زميلي الفلسطيني قد هجرناه وطردناه من وطنه. ولذلك استلموا دولة كاملة. ولذلك أنا بقول أنهم استلموا إسرائيل instant state، دولة جاهزة، دولة جاهزة ناقصا أهلها للطبيعيين. لم تسمح بريطانيا بدخول القوات العربية قبل 15 من مايو. دخلت القوات العربية من حدود الأردن ولبنان ومصر، وهدفها المعلن تحرير فلسطين. يومها كان العنوان الرئيس في صحيفة نيويورك تايمز: اليهود في خطر محدق وسط البلاد الإسلامية. I've come back to the United States to tell Jews in the United States how the state of Israel has been formed. The Jews are holding their ground in the country in spite of the fact that they have been outnumbered by the Arabs, and the Arabs have come much better equipped with heavy arms than the Jews have in their possession. The reason is a simple one. Jews who are fighting in Palestine, the state of Israel, are fighting for the only thing that they have in their possession. It means life or death to them. Arabs who are invading Palestine from the Arab states have not that vital interest in this war. القوات اليهودية في عامي 47 و48 كانت أقوى بكثير وحتى أكثر عددا بكثير من الجيوش العربية مجتمعة. كانوا مستعدين بشكل كبير ومسلحين كقوة محاربة تفوق جميع القوات العربية باستثناء ربما جيش واحد، وهو الجيش الذي في الحقيقة لم يتغلبوا عليه، وإنما توصلوا لاتفاق معه عن الجيش الأردني. في الحقيقة الجيوش العربية السبعة التي دخلت في فلسطين في البداية لم تكن يزيد مجموع أعدادها عن 24,000 جندي، وهذه مأساة أن كل الجيوش العربية التي شاركت لم تكن لتصل إلا لثلث أعداد اليهود العسكريين المدربين المستعدين للقتال. الجيوش العربية لم تكن معدة، لم تكن مستعدة، لم تكن منظمة، لم يكن هنالك القيادة الموحدة بقيادة الملك عبد الله، كانت تعمل في جانب والآخرين يعملوا بجانب آخر. الجيش العراقي تلقى تعليماته من بغداد. كان في الحقيقة واحدا من أكثر التحالفات انقساما وتداعيا وافتقارا للتنظيم في تاريخ الحروب الحديثة. الحركات الصهيونية في منظمة الصهيونية تلك الفترة كانت تملك قرارها، العرب لم يكن يملك قرارها. الحركة الصهيونية في تلك الفترة كان عندها أسلحة متطورة جدا وعندها مصانع سلاح في فلسطين، نحن لم يكن لدينا شيء من هذا. الحركة الصهيونية والمنظمة الصهيونية في تلك الفترة كان عندها امتداد عالمي، كانت بأمريكا تقف إلى جوار، كان حتى السوفيات يقف إلى جوارها، وما كانت بريطانيا وكل العالم، نحن لم يكن يقف إلى جوارها. يعني بكل المقاييس كانت المعركة تسير في صالح المنظمة الصهيونية. بعد دخول القوات العربية بيومين جاء دور عكا. جاءوا اليهود واحتلوا تل نابليون، ومن هذا التل بدأوا يطلقون نيرانهم على البلدة القديمة. كنا ننتظر مجيء النجدة العربية، لم يأتي أي أحد. سقطت عكا وطرد 10,000 من سكانها. إجا عنا يوم الأيام مجيد بيك أرسلان، قالوا له يا بيك يا باشا، صفت سقطت وعكا صفت، وإحنا قعدنا بالنص هون، وإحنا ما في عنا سلاح ولا شيء، شو بقولنا؟ قال ما كنت متأمل من أهالي ترشيحة أسمع الكلام هذا، والله عندما تسقط بيروت تسقط ترشيحة. راحوا اللي هو بعث لنا أنت تانك رايفل، هذول
اثنين مدفعية من أيام 6/6/6/6 مدورين معهم كل واحد رصاصة. قال هذا بخصيص من الدولة اللبنانية وهذا بدنا حقه، فهم؟ ظلوا على الشارع خذتهم اليهود. إيه؟ في بيجوا عراقي لعنا، فهم؟ ضابط اسمه جاسم قال له يا أبو سامي بتعرف شو بيقولوا بالعراق اليوم؟ قال له شو؟ قال له لما بيقولوا دخلنا ترسيحة بيهللوا بيكبروا، لما دخلنا عكا بيهللوا بيكبروا، لما بفلان عكالنا بيكبروا، بيعرفوش احنا ما احتلناش ولا مستعمرة. انا رايي على العراق ان كان بدهم يقاتلوا والله جاي يقاتلوا، كان بدهم يقاتلوا في عنا اكل بناكل هناك. احنا قانون الدول العربية عمي ما طلعنا احنا. شوي وإلا جاي من عبد الإله قالوا لهم حل ما بك ترجعوا، رجعوا صاروا مثل شيء والله يعني كيف من هالتراب ويعفروا على رؤوسهم. الجيش العراقي خياني 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 خياني. أنا مضيت معظم الوقت مع الجبهة الأردنية، كنت أطل على الجبهة العراقية ورحت على الجبهة المصرية، بيقدرش الواحد يقول عنهم شيء، وبالعكس ناس حماسهم قوي وعملهم قوي، لكن للأسف وعدائهم للعدو الحقيقي وعدائهم لقيادتهم الإنجليزية على مستوى كتيبة وسرية، وهذا كمان خصوصا الجيش الأردني كبيرة. كان القائد العام للجيش الأردني هو البريطاني جون غلوب المعروف بغلوب باشا، ويساعده في القيادة 46 ضابطا بريطانيا. كان البريطانيون متفاهمين مع اليهود مسبقا على أنه لن يحدث صدام بين القوات العربية واليهودية. جون غلوب هو من أطلق على حرب 48 فيما بعد، الحرب المزيفة. غلوب شخصية مركبة جدا، لم يكن الجندي البسيط في تفكيره كما كان يتظاهر، لكنه كان سياسيا محنكا جدا، فرض على العرب خطة بريطانيا لتقسيم فلسطين. عقد اجتماع بين إرنست بيفن وزير الخارجية البريطاني في حكومة حزب العمال وتوفيق أبو الهدى رئيس الوزراء الأردني الذي كان يرافقه غلوب باشا الذي كان المترجم أيضا في الاجتماع. بيفن سأل أبو الهدى ماذا تنوون فعله، فقال أبو الهدى إننا نخطط لإرسال الجيش الأردني لحماية وحفظ الجزء العربي من فلسطين. فقال بيفن يبدو هذا شيئا منطقيا، لكن لا تذهبوا وتغزوا الجزء اليهودي.